اهلا وسهلا ومرحبا البنات، كديري لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. البنات جيت نشارك معكم هذا التبديل اللي باغا ندير لهاد السيجور. صافي طلع ليا فراسي، عرفتي كيطبع هذا اللون بلون كاسي بارد، كيطبع دغيا. صراحه انا من اللي عاودتهم ما صابهمش ديال المعلم زوينين، ما بقيتش بغيت هذا المخاد. ايوا صافي، قلت غادي نشارك معكم ان شاء الله كيفاش غادي نبدلهم والشكل اللي غادي ندير. المهم دابا كنصور لكم غير لقطات، ما غاديش نشارككم معكم في هذا الفيديو. دابا نصور لكم غير لقطات باش نقول لكم انني غادي نبدل، حيت ما بقاش قادر نخبي عليكم شي حاجه. ماشي حتى نجي نقول لكم ها هو صار السيدور، لا بغيت نقول لكم راني غادي نبدل عاد نمشي. دابا داير معايا المعلم، غادي يجي ان شاء الله يهزهم اليوم، يحيدهم من هنايا باش يمشي يصايبهم ان شاء الله باذن الله. هنا المعلم راه هزهم، وباش ما نجلسوش غير في الارض لان هاد البلاصه قبالة التلفازه هي اللي كنحتاجو بزاف. حطيت هاد القدام اللي كانوا الاولين حاطهم في البيت اللي فيه البلاكار. راه باقا مشاركش معاكم بلاكار كامل، غتسالوني فيديو ان شاء الله. صافي حطيت هادو، غادي بانيو بيهم بما ان شاء الله جاب هادو. وملي غيجيب ملي غادي يجيب الصالون راني غادي نشاركو معاكم ان شاء الله. المهم كملوا الفيديو حتى الاخر، راه فيه غديوتي، فيه نهاري كله. هنا البنات غنشارك معاكم البلبوله، عفيت شاركت معاكم ولكن هاد البنات جداد ما عارفينش البلبوله اللي كناكل انا كدايره. عندي كيلو ديال البلبوله، كيلو ديال الايلال، وهنايا عندي شويه ديال هذا النافع وحبه حلاوه. عندي زريعه الكتان، عندي الساندويتش، عندي شويه الحلبه، هادشي تخلط ليا. عندي الزلزلان، عندي الخرقوم، مطحون، هما كلهم تخلطوا. هنايا عندي شويه الصبر مطحون، تخلط ليا هادشي. انا حاطه بالتسيره مفسراها لكم في القناه، راني مفسراها مزيان. صافي غندير البلبوله هنا، الا انا غادي ندوز باش نطحن واحد نص طحنه وعاد نخلطهم. البلبوله دابا غندير عليه هنا، وهاد الايلال ها هو ماشي طحنته بزاف، غير هرشلتو ما عرفتش نقولها. صافي غادي نخلط كلشي. صافي كنخلط بحال هكا، وكنديرو في قرعه، المهم من القرع اللي كديرو فيه من القطنيه وداكشي. صافي كنبقى هكا كل صباح كنطيب واحد شويه، يجيني ساهل. هادشي اللي كاين هي الخلطه اللي كندير، عرفتي مفيده للعظام وفيها فوائد كثيره الصراحه. غير جربوها وما غتندموش. عرفتي انا حاطها شحال هذا، راه هادي عندي دائما غير كتسالي وكنعاودها. صافي راه كتعطيني دابا ولات بحال جوج كيلو. وانتوما ديروا النص ديال المقادير، ما تديروهاش كامله، ديروا غير ربعه ديال البلبوله ومعلقه ديال هذوك الحبوب الصغار، داكشي صغير. والا نتاو واحد جوج دراهم ولا هكا ولا خمسه دراهم، وخليها في قريعه. عندي كثير حتى نقسم مع مرت لوسي، انا ومرت لوسي غنقسموها. صوبتها وصافي هي عكزات، نقاتها تنقي ديك التخربيخ ديال الجزلان وهذا، قلت لها صافي انا مصايبه انا غنديرها ونقسم انا وياك. هادشي اللي كاين، يلا الله يعاونكم هاد الساعه. انتم البنات كويس واش من كويس، عرفتوني شنو دايره اليوم؟ رشيشة، قلت لكم ما نبقاش ننسى راسي، اللي شهيتها غنو نديرها دابا راه غب وحدي. قبل ما نخرج نمشي ندي ولدي، دير شوية ديال رشيشة. انتم خليت البلول، راجلي في حماق على البلول هكا، درت بزايد غنسكر لي انا رفيسه غادي نتغدى، وهو حتى الليل وجي ياكل هاد. صافي غادي نحطيه وهذا غنحطيه، غادي يسخن باش نديه ان شاء الله. درت شويه ديال الاتاي. ايوا هادشي اللي كان نشاركتو معاكم.
ما تنسونيش من اللايكات والتعاليق الزوينين ديالكم اللي كيفرحوني. البنات مشاركش معكم هذه رفيسة، حيت ماشي شي رفيسة كبيرة ولا. ان شاء الله نهار بغيت ندير في رفيسة على هذوك شنو سميتو، ماشي دجاجات العتيتيكات، العتوقة غندير جوج عتيتيكات وغندير بهم رفيسة راجلي نهار الحد الى كتاب، ما كتبش نهار الحد نديرها لنهار اخر. الا ما جابش ضياف، جاب ضياف ما عندي ما ندير. غادي ندير ليه الرفيسه بهذاك البلدي العتوقات البلديين وغادي يشارك، ولكن هو كيبغي يدير الحرشه ماشي يدير الرغيف. انا هادو راه الرغيفات جبتهم من الثلاجه، راه ماشي تريد، راه غير رغيفات كانوا عندي في الثلاجه بالزربه طيبتهم، كندير لهم نص طيبه وكنديرهم في الفريكو طيبتهم صافي، ودرت شويه البلول بالزربه مزروب. ايوا هادشي اللي كان دخلت ما شاركتش معاكم بالزربه، راه ما شاء الله تما كان جال في الفريكو، رميت الدجاج درت عليه البصله ما شحرت ما والو، شديت المهم تشهيته درتها صافي. هادشي اللي كاين صافي البنات، اليوم غنشارك معاكم كيكه ديال التفاح، وهذا اللي شحال من بنت شحال من حدا متابعاني طلبتها، الله يجزيكم بخير. بعدا هنا غادي ندير بعدا نسحب كلشي في مني في هذا الفلوس، غادي ندير كلشي هنا نخلطو مزيان وعاد نديرو هنايا. هنا عندي ثلاثة البيضات، المهم غادي نخدم وفي نفس الوقت نقولكم مقادير. عندي هنا تفاحة الزبيب القرقاع وهاد الشكلاط ديال الكوكيز، هادو تاع اخر حاجه قبل نديرهم ما نديرهم. دابا غندير البيض، ثلاثه البيضات عندي، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف بحال الحليب، كاس ديال السنينة، عندي شوية ديال الفاني، عندي كلشي في الخلاط باش نخدمه. نتوما ديرو الشاصية، لما عندكم ديرو الشاصية. خبيثة ديال الملح، دانون، أي دانون عند أي دانون عندكم سواء طبيعي سواء في بالبنان ولا ما بغيتوش ما ديروش، اكتفوا بالحليب. أنا كيعجبني دانون والحليب زوج يكون بحال تاكا تاكا باش يتحل لي مزيان معنديش الناس. عندي ثلاثة معالق، هانتوما ثلاثة البيضات، كاس الزيت معامر، كاس سنينة، كاس الحليب، دانون، فاني مليحة، ثلاثة معالق ديال الكاكاو، بطيرات ديال الخل، صافي وغادي نطحن. كيكون الزبيب القرقاع راه هادشي ما عنديش المقادير زعما ديري حفينه حفينه انا عرفت ندير فيديو كنحط هادي تفاحه الطحين تاهو ما نقولكم شحال لانه على حسب الخالق. شو انا غير خلطتو هاكا غنبدا نكبس شويه الطحين،
ثلاثة ديال الخمارات، صافي غنخلط. دي الساعة غنخلى نزيد الطحين على الحساب اللي غيخلي لي القوام يجي مجموع خاطر شوية، ما جاري ما خاطر. سمعي ما فيش ما تقول، أنا الحساب أنا غادي نجيب عليه هذا الزيت الساعة. صافي فرغتو هنا في التليفون، غادي ندخل دابا الفران اللي شعلتو كيسخن ونخص عليه العافية، غنخليه غير من التحت، شعل غير من التحت وهي غنديرها الفوق حتى تطلع، ونكمل معاكم الطريقة باش غادي نسقيها بتجي تعطينا التعليفة إن شاء الله. جوج كيسان ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال الطحين، أنا مبغيتش ندير لا نشا لا تا شي حاجة باش متقولش لي معكانش عندها نشا، الطحين موجود هاهو. خليك تخاف تخلطو هاكا باش نجيب سنين، صافي معلقة ديال السنين، جوج كيسان ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال الطحين، معلقة ديال السنين، أنا مدرتش معلقة كبيرة، حيت أنا غادي ندير الشكلاط، ونتوما اللي ما عندهاش عندي 200 غرام ديال الشكلاط، ونتوما اللي ما عندهاش الشكلاط، دير معلقة ديال الطحين، ما عمرات بزاف. ودير معلقة ديال الكاكاو، أنا حيت عندي الشكلاط درت معلقة ديال السنيدة معامرات ودرت معلقة ديال الطحين عامرة وغندير الشكلاط، من بعد ما بدات تتقال غادي نزيد عليها أنا الشكلاط، صافي وغادي نطفي عليها البوطة منخليهاش شاعلة. قلت لكم اللي ما عندكم الشكلاط ديروا المعلقه ديال الكاكاو معلقه ديال ولا معلقه ديال الكاكاو معلقه ديال الطحين، صافي غنخليه يذوب وغنمشي نجبدها من الفرن. صافي غادي نقطعها هكا مرصوبه صغار باش تسقط، البنات هذه راه تقدروا ديروها كبيره، انا راه كنديرها في بحال شي ديال كاب كيك وتنديرها في الفريكو، دابا هذه راه تقطعوها وديروها في بواطات بحال دابا انا شاريه البواطات لولدي انا نوريهم لكم، شاريه بحال هاد البواطه هادو شاريه منهم بزاف، كنقطعها وكل واحد كنديرو هنا وكنديرو في الكونديراتور، كل ليله ملي كنفكر انني الصبح غنعطيه الكوتي للمدرسه في هذه كنجبدها بالليل نحطها الصباح كتبقى نفس التعليكه وكانكم يلا صيبتوها،
هذه كتجي في الفريغو، هاد الدقيقه كتدخلوها للفريغو، وملي كتجبدوها وتبغوا تاكلوها بحال الله صوتوها. هادشي كنقول لكم حتى كنجربوا، راه ما يمكنش نعطيكم شي حاجه قبل ما نجربها. صافي هنايا غادي الشوكولاتة اللي درتو، باش تحيي هاديك تاع لي قلت لي حاولوا عليها بشوية، ما تديروش ليها بزاف باش ما تكثرش ليكم. صافي غنخليها تبرد بعدا، والبنات راه غنوريكم في الطرف حتى نوصل عند الناس، لان هاد الكيكه ما دايرهاش ناكلها في الدار، دايرها واحد السيده عندنا في العائله، واحد البنت عيانه شويه، وغنمشيو نشوفوها وغندي لها هاد ان شاء الله حتى لعندها ونوريكم الطريف. ملي ديروا الفيرميسي بحال هكا واللي ما عندوش يدير كوك اولا ما يدير حتى حاجه كاع. ما كنتش باغي نقطع معاكم، انا بغيتكم ما نقطعش طريف، ولدي دابا قال لك والو غناكل منها. ايوا واخا غادي نبيع عند الناس ونقطع لكم طريف منه. شوفوا هني شوفوا التعليق اللي كاين، شوف الفار كي باقا هي حتى ديك البلده نقطعوها، شوف الفار كي تطلع منها. شوفوا التعليق اللي كتجي فيها، كتجي واعره، راه باقا سخونه. دابا انا خارجه غندير ود لابيسين وندوز عند هذيك السيده اللي قلت لكم البنت ديال من العائله نشوفها غندير لها هادي. يوم عاد ما ندير هي راه عارفه محمد عماد، ما عارفه ولدي، غنقول لها اختي راه ولدي اللي باغي اش غندير. يا ماما عافاك خليها طريف، بغيت ندير دخل من المدرسه. ايوا واش غادي نديرو مع الوليدات، انا كنوريكم دابا نيت يبقى قلت لها بعدا فرصه نقطع مع البنات طريف هنايا. وشوف راه كتجي طبر 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 معلكه، راه بحال كتقطعوها طريفات وديروها للوليدات في الفريكو كيف قلت لكم، والله العظيم كتبقى غزاله، كتبقى هكا معلكه. ايوا صافي اري اسلام هنا دابا واخا باقا سخونه، غنغلفها بهادو وغندير فيها شي تخمه باش تدخل يخرج الهواء، وغادي نمشي لان تعطلت. ولدي ها هو مجرد ساك ديال لابيسين باش نمشيو.